وفي السياق ذاته، شددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على أن القوات الأمريكية في العراق ستبقى هناك على المدى الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة، عادة أن حظوظ داعش في الحضور على الأراضي العراقية هي أفضل مما كانت عليه سابقا. ونقل تقرير قدمه البنتاغون للكونغرس الأمريكي من مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية قوله أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران كان لها تأثير محدود على قدرتها بالعمل في سوريا، كما كشف عن استخدام القوات الإيرانية صواريخ باليستية ضد مقاتلي داعش في سوريا من دون إبلاغ القوات العسكرية الأمريكية مسبقا بذلك.